تحدياتنا هنا في هذا اليوم الكبير والتحديات المثيرة التي تنطلق من خلالها هذه الهجن معبرة عن قوة استعدادها وحضورها لهذه البطولة المميزة. ينطلق كأس الثنايا البكار وأنطلق مع الزميل محمد بن بريك المري ليتواصل معكم بالتعليق على مجريات هذه المنافسة. بسم الله الرحمن الرحيم وبه دائما نستعين، شكرا لك سعد. أيها الأعزاء، انطلق في هذه الأثناء وقبل قليل كأس الثنايا البكار. الحاضرات والمتواجدات والقادمات والمرشحات والمتأهلات لهذا الشوط في هذا الملتقى وفي هذه البطولة الخليجية الثالثة. أيها الأعزاء، تتواصل أشواط الكؤوس، أشواط الكؤوس والميداليات الذهبية والفضية والبرونزية، فتهانينا للفائزين. وسنتعرف بعد نهاية هذه المسافة وهي 6 كيلومترات على إحدى المتوجات وعلى بطلة الثنايا البكار من هؤلاء المشاركات والحاضرات والقادمات. مقدمة الشوط ومن تحتل المركز الأول أيها الأعزاء هنا من أبناء دولة الكويت الشقيق، الرياضية المهدي بن مانع العجمي على المركز الأول، بينما المركز الثاني والتقدم الممتاز من أبناء سلطنة عمان الشقيق. وهذا التقدم الممتاز في هذه اللحظات، إحدى المشاركات من السلطنة تتقدم وتحمل الرقم 14 ولكن ينخطف هذا المركز. وهنا الشاهينية لبدر بن طويرش بن محمد الوهيبي على المركز الثاني، بينما التغيير من قبل إنذار من المملكة العربية السعودية الشقيقة وحمد بن محمد بن فهيد بن بيشان العجمي. تتسلل إنذار في هذه اللحظات، وهذا الإنذار شديد اللهجة للمشاركين في هذا الكأس، كأس الثنايا البكار. مشاهدينا الأعزاء، هنا الرياضية لمهدي بن مانع العجمي على المركز الثاني من دولة الكويت. ننتقل إلى المركز الثالث، وهذا التقدم من أبناء سلطنة عمان الشقيقة، الشاهينية لبدر بن طويرش الوهيبي وعبد الله بن طويرش في المتابعة والتضمير. دور المركز الرابع هنا أريام عبد الله بن حارب بن عامر الدرعي من سلطنة عمان الشقيقة في هذا المساء. دور المركز الخامس، ومن تحتل خامس المراكز هملولة لسعود بن صالح بن حمد القمرة، وعملية التضمير مع حمد بن محمد بن سالم بن جهويل. هذا هو نداءنا مشاهدينا الأعزاء، وأول كيلو مترين تنقضي من هذه المسافة، مسافة الثنايا 6 كيلومترات، ويتبقى 4 كيلومترات على كأس الثنايا وعلى الميدالية الذهبية. مشاهدينا الأعزاء، وإنذار إنذار إنذار إنذار، وطموحات وآمال أبناء المملكة العربية السعودية في هذا المساء لانتزاع كأس الثنايا البكار، هذا الكأس القوي. وإنذار إنذار، تبتعد ابتعاد كلي عن بقية المنافسات والحاضرات في هذا الشوط، مع حمد بن محمد بن فهيد بن بيشان العجمي ممثل الشعار الأخضر والعلم الأخضر السعودي في هذا الشوط بالتحديد. انذار انذار انذار، وأبناء المملكة العربية السعودية وميادينها وأيضا كل مكان في المملكة يتابعون ويتأملون الفوز، وهذا حق مشروع لجميع المشاركين. المركز الثاني شعار أهل السلطنة مع بن طويرش الوهيبي، يا سلام اللي قادم في هذه اللحظات، بدر بن طويرش الشاهينية على المركز الثاني، ودخول وتسلل من أريام أيضا من أبناء السلطنة. عبد الله بن حارب بن عامر الدرعي يتسلل شعاره مع شعار أهل السلطنة، بينما المركز الثالث أيضا محمود بن محمد بن سالم الوهيبي الضبية تتقدم مشاهدينا الأعزاء من سلطنة عمان الشقيقة. دور المركز الرابع أيضا بنفس الشعار، تصل وصايف أو تصل هنا احتفال في هذا الاحتفال الكبير وهذا الملتقى المثير. محمود بن محمد بن سالم الوهيبي يقدم لنا احتفال في هذا الشوط، بينما المركز الخامس يصل شعار مبارك بن محمد بن زايد الخيارين ممثلا للهجنة القطرية مع الطائفة، وعتيق بن حمد بن قريع لها متابع لها في التضمير. ولكن انذار
انذار انذار انذار انذار، والميدالية الذهبية مشاهدينا الأعزاء وكأس الثنايا الذهبي حتى هذه اللحظات يحلق مشاهدينا مع حمد بن فهيد، حمد بن محمد بن فهيد بن بيشان يحلق بالكاس، يحلق بالكاس يا ناس في هذا الشوط القمة. أسماء قمم مشاهدينا الأعزاء حضرت وتعنت من كل مكان للمشاركة هنا على أرضية هذا الميدان. الله يا بوي يندار، يا بوي يندار، ولكن دير بالك يا أخوي، أريام ترفع راية التهديد، تبغي الكاس يا أخوي، تبغي الكاس، تريد اختطاف الكاس ليكون الرابع يا ابناء السلطنة في هذا المهرجان وفي هذا اليوم وفي هذه الليلة التاريخية. أريام أريام أريام، وتعود ملكية أريام عبد الله بن حارب بن عامر الدرع. يا سلام، المركز الثالث أيها الأعزاء، الوصول اضبط يا مشاهدينا الأعزاء، محمود بن محمد بن سالم الوهيبي، والطائفة تصل على رابع المراكز مشاهدينا الأعزاء، تصل وتتقدم هنا تقدم خطير وتقدم ملموس. الطائفة تعود ملكيتها لمبارك بن محمد بن زايد الخيارين من أحد أبناء دولة قطر وممثلين الشعار العنابي والآمال، يا عتيق بن قريع مع مبارك بن محمد بن زايد الخيارين، أبناء الجماهير القطرية تعلق على ظهر الطائفة في هذا الشوط الدور دور المركز الخامس. وهذا التقدم الممتاز والخطير أيها الأعزاء، هجوم عماني من مياسر خميس بن سالم الجنيبي وأيضا من سلطنة عمان الشقيقة، ولكن ما زالت انذار معها الأخبار السارة بأن الكاس سعودي في هذا الشوط، والانذار الانذار 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 الخطير أيها الأعزاء، الانذار الخطير وشديد اللهجة في هذا التقدم الممتاز من انذار لحمد بن محمد بن فهيد بن بيشان العجمي. 1500 متر والأمتار الحاسمة مشاهدينا الأعزاء التي بعدها تأذن بكأس الثنايا، كأس الثنايا الكار، الكاس يا ناس، الكاس الكاس يا متابعين. الريام على المركز الثاني، وصول خطير على ثالث المراكز متابعينا الأعزاء. هنا شعار محمود بن محمد بن سالم الوهيدي مشاهدينا الأعزاء، مع ضبيع على المركز الثاني في هذه اللحظات، أريام على المركز الثالث، المركز الرابع وصول وتقدم على رابع المراكز في هذه اللحظات من قبل مياس لي خميس بن سالم الجنيبي. المركز الخامس أيها الأعزاء، شعار أهل السلطنة أيضا قادم مع المركز الخامس مع محمود بن محمد بن سالم الوهيبي، ولكن غيرت الضبية، غيرت الضبية، والكيلو متر الأخير دخلنا الأمتار الحساسة والأجواء الخطيرة. هل هذا الكاس عماني أو قطري سعودي؟ الله كويتي في هذا الشوط، يا سلام، عادت انذار، عادت انذار، وتحركت الضبية وأريام أريام، ولكن الضبية محمود بن محمد بن سالم الوهيبي حتى هذه اللحظات هو الأقرب للكاس الذهبي وللميدالية الذهبية. يا سلام، الله، الضبية 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 تحلق بالكاس، تنتزع الكاس الرابع، ولكن عروبة قادمة من أبناء دولة الكويت الشقيقة، وتعود ملكيتها لراشد بن هديبان المري. يا سلام يا سلام، أبناء السلطنة وأبناء دولة الكويت في صراع وفي نزاع على انتزاع الكاس حتى هذه اللحظات. السلطنة 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 مشاهدينا الأعزاء، أريام أريام أريام، الكاس مع أريام، الكاس مع سلطنة عمان. يا سلام، حدث تاريخي مع مياسة، مياسة مشاهدينا الأعزاء، خميس بن سالم بن محمد الجنيبي يمثل أبناء السلطنة، وما زالت الآمال الكويتية مع عروبة، عروبة ومياسة، مياسة وعروبة، عروبة عروبة، راشد بن هديبان، عروبة ومياسة، تنافس خطير كويتي عماني، ولكن هل الكويت والكأس الثانية، الكأس الذهبية الثانية، الكأس مع أبناء الكويت. تهانينا لمالك عروبة راشد بن هديبان، والتهاني مشاهدينا للجماهير الكويتية في هذا الشوط وفي هذا المساء. المركز الثاني مياسة، تعود ملكية مياسة اللي احتلت المركز الثاني. خميس بن سالم بن محمد الوهيبي أو الجنيبي المركز الثالث، الضبية احتلت المركز الثالث، محمود بن محمد بن سالم الوهيبي المركز الرابع، رابع المراكز. ومن احتلت المركز الرابع مشاهدينا الأعزاء أيضا من أبناء سلطنة عمان الشقيقة مع احتفال محمود بن محمد بن سالم الوهيبي، المركز الخامس
المركز الخامس كان الوصول من الجاذبية لحمد بن محمد بن فهيد بن بشان العجمي من أبناء المملكة العربية السعودية الشقيقة. تهانينا لراشد بن هديبان على انتزاع عروبة لكأس الثنايا الكار، 9 دقائق 9 ثواني 10 أجزاء من الثانية، توقيت جدا مميز. تهانينا لأبناء دولة الكويت الشقيقة في هذا المساء. المركز الثاني مياسة، وتعود ملكية مياسة الخميس بن سالم بن محمد الجنيبي، 9 دقائق 9 ثواني 62 جزء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز بالمركز الثاني وبالميدالية الفضية. المركز الثالث الضبية وتوقيتها 9 دقائق 13 ثانية 32 جزء من الثانية. تهانينا لمحمود بن محمد بن سالم الوهيبي على انتزاع الميدالية الفضية.